مبروك التخرج، متوهق تختار اي تخصص؟ تدرس برا ولا بالكويت؟ ادري لويا وايد اقتراحات من اللي حولك، انت صاحب القرار. هذا البرنامج راح يعطيك المفاتيح الصح عشان تاخذ قرارك من مختصين. هذا مستقبلك، انت لا تبخل على نفسك. خلاص خلصي. لحظه، اذا فكرت تدرس برا في بريطانيا او امريكا راح تلقى اهم التفاصيل في هذا البرنامج اللي ما راح ياخذ معاك اكثر من ساعه. تابعونا على coursestore.net.